باي باي يا حبيبي. مش ممكن من ساعة ما رجعنا البيت وكم النمل اللي بقى في البيت غير عادي، أكيد كانت سايبة أي حاجة متنيلة من غير ما ترميها في الزبالة. أنت يا زفلة يا سهرية، أنت يا نيرة. بقولك إيه، صوتك ما يعلاش تاني، أنا تعبانة ومش مظبطة، كل شوية ألاقي جسمي عمال بيسخن وأعرق والواد ابني مش معايا، أنا تعبانة يا دولة وحالتي النفسية مش في التمام. بس 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 بس، شوفي لي حكاية النمل ده إيه، وشوفيكي ناسية إيه برا التلاجة بقالك 3-4 أيام يا زبالة. ما تقلقيش من موضوع النمل ده دولة، أنا مؤقتا هرشلك كده إيه عندي شوية ماء بخلي يدوخوه لحد ما يأمن، على ما كلم المعلم يبعت لنا مثلا شركة رش يجيب الواد سوكا ومعاه زستين مبيد يخلص لنا عليهم. بس هو دلوقتي تلم مشغول شوية، صبر كده ساعة ولا ساعتين يفضى ونخلص. تخلصي لي حكاية النمل دي دلوقتي حالا، لان انت السبب، فاهمة ولا لا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر يا دولة. يا دسوكا، مصر شكلها اتغير بجد بعد 30 سنة. صدق الحلم انه يحصل، وكان كابوس اللي كنا عايشين فيه. اه والله يا معلمي، الواحد لا كان عارف يعيش ولا يشتغل، ولا عارفين لا نبيع ولا نشتري ولا نشغل اي مشروع. الناس يا معلمي كان نازل على وشها غضب من عند ربنا، حالة كده زي ما تقول ايه يعني، يقول لك اللي هو يعني اليأس يا معلم، حاجة كده. يلا اهو ربك ازح عننا يا معلم، وكل فضل ربنا وجهود الثوار اللي زيك. دي اقل حاجة نعملها عشان البلد سوك. بس انت استفدت من قعدتك معايا في الفترة اللي فاتت، قدرت تعرف مصطلحات زي كده اليأس، حاجات اللي زي دي انت ما كنتش تعرفها اول ما جيت. فاكر احمار ولا لا؟ فاكر يا معلم، وانا انسلك افضلك عليا، قرتني الجرانيل وخدتني معاك ومشيتني جنبك وعلمتني الشجاعة ونزلتني مظاهرات واشتغلت معاك يا معلمي. مش فاكر اما كنت تاخدني معاك في حملاتك؟ اي ايه ده يا معلم، وده لازمته ايه؟ ده انا بشكر فيك كده. ما تجيبش سيرة رحلة فرنسا اللي دفعت لك فيها دم قلبي يا حيوان عشان تقعد في اوتيل 5 ستارز. يا معلم انا عمري ما انكرت فضلك عليا. ماشي يا معلم، ورحلة فرنسا واللي جاي واني معرفوش. ايوة كده. بقولك ايه كم النمل الغريب اللي في المحل ده؟ هو الواد رزي مش سايب شغله؟ عايزنا بلصته وداله؟ ده واد لطزنة يا معلمي وما بيشوفش شغله عادة، وقلتلك كده من اول ما جه سفختني قلم على قفايا برضو. ايه ده؟ طب بس تعال اسكت، من هون التليفون ده من جنبك كده ونشوف مين بيتكلم. النمرة دي مش غريبة عليا خالص، عايز ايه دلوقتي؟ الو، ايوه لبيب، عايز ايه لبيب؟ بجد يا لبيب؟ لسه فاكرني دلوقتي بعد الحركات الواضحه اللي عملتها قبل كده؟ انت وفاري ناس عملتوا ايه؟ ناس عملتوا ايه بودي؟ عملت انا لبيب؟ انا لا بخاف منك ولا من فاري ولا من اللي يسدد لكم، وصباعي اللي كنتوا بتعرفوا تلووه ما بقاش معايا خلاص، قطعته. بس المعلم اللي طويله صباع ولا دراع يا لبيب، وفاهم الكلام ده الفادي كويس كده، يبقى كل حاجه وضحت قدامي. يبقى انتوا اكيد السبب في موضوع النمل اللي مالي المحل ده. انا هشوف شغلي معاكم كويس يا كلاب. سلام. معلمي في ايه يا معلم؟ شكلك عمال تزعق ووشك مغبر، وبصريح العباره كده يا معلمي عمري ما سمعت سيرة فادي ولا لبيب دول إلا إذا كان وراها مصيبة سودة. خير يا معلم، اوعى نعمل زي المرة اللي فات. بس أنا سوكا عساك، سيبني مع نفسي شوية، محتاج أقعد أفكر. أفكر؟ أهو عملية الطريق الزراعي بتاعت المرة اللي فاتت دي قلتلي فيها كده برضو يا معلم، هقعد أفكر. وخلتنا نزلنا وسط ضرب الرصاص وحاجات خطرة معلم، ما نبعد عن الجو ده ونشوف لقمة عيشنا بقى. اطلع برا. حاضر يا معلمي، سترك يا رب، الراجل ده طيب بس اهوج. ولا سوكا تعال خد
ايوه يا معلمي اؤمرني. كويس ان انت ما كنتش مسيك بقى. ايه بص، من النهارده بالليل هنعمل سفتات حراسه على المحل. انا متوقع اي حاجه من الكلاب دول بعد الحركه اللي عملوها وبعد ما ظهروا تاني في حياتي، فاهم ولا لا؟ اخ شفت يا معلم، مش بقولك انت هترجعنا تاني لايام الحياه الخطره. بس اللي تشوفه يا معلم، عايز نقف انا والواد رشدي ولا هتقف معنا يا سيد المعلمين؟ رشدي راح معار ما بيفهمش حاجه. قابلني الساعه 12 بالليل هنا قدام المحل، وهات معاك اربع بطاريات قلم. اربع بطاريات قلم عشان الحراسه؟ عشان الوكي توكي اللي انا جبته بجد المره دي يا حمار. حاضر يا معلمي، انا فاكر. حول شفتوا يا جماعه التفاهه والهيافه اللي انا عايشه معاها؟ والله العظيم خلاص انا بجد هتجنن. طلع لنا يقولوا عملوا معاه الدنيئه وغزولوا المحل بالنمل. والله، وطالع عمال يقول فاني ولبيب ويهلوس، وعايز قال ايه يعمل شفتات حراسه قدام المحل وفي المنطقه عشان متوقع منهم اي اعمال ارهابيه في المنطقه. ايه التخاريف دي؟ انا عايشه مع مجانين. والله يا جماعه نهايته اما نشوف هترسى بيهم الايام على ايه. ان شاء الله هيعدي اي بوكس ولا اي دوريه وياخدوه ونرتاح منه ومن مشاكله ومن قرف جاتهم القرف. وان شاء الله اول ما يتقبض عليه اول حاجه اعملها اني ارمي زكيبه القرف اللي قاعده جوه دي عماله تقن وتعيط على الزفت ابنها بودي. سلام يا ولاد.